هذه جد على العقل. دائم ديمقراطي كلنا ضد الخلوة. الواه لأنه فما ضغط ويحكي النواب والنواب تصور بالتليفون حتى كان ما تصوروش. بربي تول هيئة الانتخابات تمنع المواطن التونسي يدخل مع التليفون. نايب يصوت قدام الكتله نتاعو تو صار قبل هكا فليكن، اما بربي ينحيونا هالعادات السيئه يولي يعطيو الاوراق رئيس الكتله يصوت. والا الاخرين النواب اللي اليوم يدافعوا على رئيس البرلمان قالوا لا ونعملوا خلوه سريه باش النايب اللي اتفقنا معها ما يصيرش عليه ضغط. يولي هذو النواب، هذو النخبه، هذه لاكريم دا سوستي مفروض انا اتصور وفق ضميره. المهم فيما صار اليوم انثبتوا وأدى فما معضلة في البرلمان في المؤسسة التمثيلية، إن شاء الله تهدأ ويلتفتون إلى ما ينفع الناس. ما يبدأ البرلمان لليوم ما رينه إلا في المهاترات، إلا في المهاترات. فليكن أنا ضد وكنت عبرت بكل وضوح، قالوا اللي يحبوا يصطف منا ولا منا، ضد لغة العضلات المفتولة، ضد اللي كتلة أو واحد يفرض رأيه في البرلمان. اليوم أنا قررت أنه رئيس البرلمان ممثل الإخوان لن يدير جلسة اللي أنا قررت. كويني أبعد من غادي، الديمقراطية تدافع على روحها. أنا فرحت وقت اللي رئيس الجمهورية تكلم بقوة وقال الدولة ومؤسستها ستدافع على نفسها. وقتها وخروا في الاعتصام. وكنت أتمنى أن النواب الديمقراطيين واللي عندهم نفس ديمقراطي يتكتلوا، مش انتصار للغنوشي يسحبوا منه الثقه، اما يتكتلوا ضد الفوضى، ضد تعطيل المرفق العام اللي هو البرلمان، من اجل ان نتلفتوا للقضايا الحقيقيه للمواطنين التونسي. ان شاء الله على كل الاعتصامات توف، اللي حاب يعمل اعتصام يعمل. وانا متاكد ان بعد الاعتصام هذا فما اعتصامات اخرى، فما اجندات في البرلمان. المهم اليوم انهم يتلفتون عندنا مفاوضات نتاع حكومه يعملوها كنواب منتخبين وقدامهم بلاد لم تعد تحتمل مزيد من إضاعة وإهدار الوقت والفرص. حكومة الياس الفخفاخ كانت في اعتقادي فرصة مهدورة على كل الأصعدة. اليوم فما رئيس حكومة مكلف يسير يفاوض معه، اليوم ما كملتو ما بدأ المفاوضات مع الأحزاب، وفيها نوع من الفتنة. استنى اليوم التصويت في البرلمان باش يعرف بالضبط الموازين واتجاهات الريح وبعد يعيط لهم باهي باهي. معناها فما بعض يلوموا فيها نقول لا هذه فتنة وحنك به. ان شاء الله بعد كي يبداو في المفاوضات ما يبداوش اي كان حط هذا وانا ضد هذا، ولا اعطيني باي من هنا وقد نحط وزير من هنا. نقولوا المرحله هذه اللي فيها بلادنا تستدعي حكومه تعيد المرفق العام للعمل نتاعها وتعيد للسلطه التنفيذيه دورها ومكانتها في قياده البلاد. راهي البلاد بعد الكوفيد، وهي الكوفيد بدات لا قدر الله تعاود تطرق في الابواب. عندنا جهات داخليه خلاتها الدوله المركزيه على حالها، ناسيتها. راهو عندهم الحق العباد اللي راهو كل لغه بتاع راهو يشريوا فيها، هاو الاتحاد، هاي المعارضه. كل مره قال لك واحد راهو ابناء تونس وبناتها اللي عداهم من البطاله. البارح برك شباب من معهد بير الباي فكوا اضراب جوع ليله العيد، وانا كنت باتصال بهم والعديد من المناضلين فعلا. يعني ناس اعيتهم الحيل، عندهم اتفاق مع الحكومه السابقه راهو على انتدابهم ويقعدوا. يعني على كل بلادنا في حاجه الى معناها حكومه يكون عندها برنامج. ان شاء الله رئيس حكومه اول ما يطرح عقد سياسي جديد يطرح على قاعدته يلم اغلبيه. واذا كان في باش هذه زيد نقول كل اربع شهور نعملوا حكومه. طيب نرجعوا لمانا لصحاب عصام شابي، في تقديرك بهذا التصويت اليوم بدايه حل لازمه متعلقة بالمسار البرلماني والعمل البرلماني، أم أنه المشكل سيبقى قائم بالنسبة لك؟ مع الأسف أعتقد أنه سيبقى قائم بصيغ أخرى وبمعارك جانبية أخرى. القضية موش اليوم اللي اليوم هذه النتيجة اللي أعطت. لو كان رحل وتم المصادقة لا يمشي العالم السيد كي الياس الفخفاخ كي السيد الغدوشي كي مريس كل انتخبوك مرحبا بيك، هذيك بقعتك صاحبه من كثير خلال سنة العالم يجي من ينوبك وتبقى تونس المؤسسات تزول الاشخاص وتبقى الديمقراطيه والمؤسسات. اليوم تم التثبيت السيد الغدوشي، فمن بعض يتحدث يقول لعله بعد ذلك هو يستقيل ويقول انا لا اتصور. على كل هو رجل تم انتخابه واليوم تم تثبيت انتخابه انه الاغلبيه مش موافقه على ازاحه، على الجميع ان يقبل بذلك، يأولوها يفسروها يقولوا اللي يحبوا وينطلقوا في العمل. وما عادش ماذا بين الكتل اللي حتى ثقافتها غير ديمقراطيه يلزمها تتاقلم مع الديمقراطيه. هذيك الديمقراطيه احنا قبلنا
اي عبير موسي في البرلمان وهي وريثه النظام اللي قامت عليه الثوره. وانا نعتبر روحي نزلت وحزبي من اجل الثوره واحنا البرة، ما نجيوش قدام البرلمان نقول عبير بقعتها غادي واحنا البرة. هذه الديمقراطيه، وعلينا ان نصلح ما بين انفسنا ونستعد لتقديم برنامج يلتفتوا له الناخبين ونصلح من الاخطاء نتاعه، يعني الجميع اللي يقبل يلعب الدور وفق الحجم الانتخابي نتاعه، وتونس اليوم تستدعي توافقات اكثر مما تستدعي صدامات. كفانا من التصادم، انهكنا المؤسسات، انهكنا العباد عيات، ماش حتى تتبع يعني المسلسل هذا اللي ارهق البلاد. هذا ان شاء الله انا مانيش متفائل حق، لكن المطلوب هو هذا، واصل ساظل انادي بذلك الى ان يتحقق. نذكر بالخبر العاجل، راشد الغنوشي سيواصل على راس البرلمان بعد تصويت 97 نائب فقط بنعم على لائحة سحب الثقة، 16 صوت بلا، وعدد الأصوات المصرح بها كان 133، وهذا ما يعني وأنه راشد الغنوشي رسميا سيواصل على رأس البرلمان. طبعا شوي نعطيك الكلمة بالبابا سالم للتعليق على هذا الخبر العاجل اللي جينا من مجلس نواب الشعب، لكن قبل هذا نمشي فاصل ورجعي. كوبانا موخيتو هافانا تيليبورتينا، كوبانا موخيتو هافانا تيليبورتينا، خضرنا لبعضنا تنسينا خليت الكيرو ماتو نسينا، شطحة كوبانا وتخميرة ريتم كاخون وكيتارة تحكينا، هنا تونس، هنا تونس. الماضي ساعة و31 دقيقة مستمعي ديوان فام، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا مواصلين حوارنا في الجزء الثاني والأخير من برنامج هنا تونس، اليوم مع ضيفي في الاستوديو الأمين العام للحزب الجمهوري الأستاذ عصام الشابي، رفقني في التحليل والنقاش على امتداد حصص اليوم الكاتب الصحفي والمحلل بولبابا سالم. بعد شوية نعطيك الكلمة بولبابا للتعليق على الخبر العاجل، 97 نائب يصوتون بنعم على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي و16 صوت بلا، ما يعني رسميا مواصلة الغنوشي كرئيس للبرلمان؟ عصام الشابي يبدو عندك مضيف. يعني مضيف أنه ديمقراطيا السيد الغنوشي سيبقى رئيس البرلمان، فارق صوت واحد تحكم. بوش في الانتخابات قلت فيها في امريكا كامله فارق تاع بضعه الاف تاع اصوات وعودها لو ديكونت، يعطي اللي عنده صوت واحد اكثر يحكم. لكن اتمنى على السيد راشد الغنوشي ان يعيد ترتيب افكاره واوراقه في اداره البرلمان، هذه رساله قويه. فما غضب، فما ناس عندها اجنده اللي تعطي للديمقراطيه، لكن فما غضب من اداء السيد الغنوشي، عليه ان ياخذ بعين الاعتبار، عليه ان يكون رئيسا لكل النواب مهما اختلفوا، حتى بدءا باللي صوتوا ضده، يعطي رؤيه وروح جديده وما يكونش جاي الرئيس اللي قاعد على قلوبكم، لا انت غاديك لاداره اهم مؤسسه تمثيليه. اتمنى عليه، ارجو هذا اللي فات الديمقراطية التونسية، أن يكون رئيس اللي صوته ضده قبل اللي صوته له حتى تتعدى، لأنه التعاون من الجميع كل واحد يصلح. وفي إدارة المجلس، في الحلقة المحيطة به كإدارة كرئاسة كمكتب كعلاقات مع الكتل النيابية، عليه أن يبذل مجهودا كبيرا حتى الباب هذا نسكروه، سكرناه بالتصويت توا نسكروه أكثر بالأداء الإيجابي حتى البرلمان نعطيه صورة مغايرة للصورة السلبية اللي راهو فيها اليوم. بولبابا سالم، هل يمكن أن نعتبر هذه النتيجة بمثابة ورقة صفراء للغنوشي حتى وإن أنصفوا التصويت وسيواصل على رأس البرلمان؟ لا، هو بكل تأكيد يعني ما حصل اليوم يعتبر من انتصار. انتصار الغنوشي. انتصار، لكن مش انتصار كاسح، معناها باش نكونوا واضحين. أنت لكن في إطار كما قال سي عصام اللعبة اللي نحييه بالطبيعة، ونشوف هنا تو حتى ما معنى شخص ديمقراطي وشخص غير ديمقراطي. معناها تو سي عصام الشابي رجل معناها خبرته الساحه السياسيه منذ عقود، منذ الجامعه الى الان، وهي الديمقراطيه ثقافه، في النهايه الديمقراطيه ثقافه، معناها تجي في الممارسه. احنا فما شكون رافض اللعبه الديمقراطيه وقوانينها، فما شكون يقبلها كيف يبدا رابح ولا يقبلها عندما يخسر. وشفنا احنا بعض الوجوه السياسيه اللي كانوا في السلطه
في الخمس سنوات الماضية كانوا معناها متمتعين بمزايا السلطة وببهرج السلطة إلى غير ذلك. شفناهم بعد ما فشلوا في الانتخابات يدعوا إلى الجمهورية الثالثة ويدعوا إلى تغيير النظام السياسي وإلى كذا وإلى كذا، وريناهم معروف الوجوه هذه اللي وقت اللي كانوا هم في المسؤولية منذ خمس سنوات ما دعاوش للشيء اللي يدعوا فيه تو، كانوا قابلين عارم قابلين قوانين اللعبة. وهنا للأسف أنا محمد فما للأسف فما سياسيين اللي يدعيوا اللي هم ديمقراطيين أو يناضلوا من أجل الديمقراطية والحداثة ومش عارف شنو، يقبلون بآليات الديمقراطية لكن يرفضوا نتائجها عندما لا تكون في صالحهم، يرفضوا نتائجها. وريناهم الناس هذول، ربما السيد عصام الشابي احترم أو نال احترام التونسيين أنه يعني قبل بآليات الديمقراطية التي ناضل من أجلها بشكل واضحي ويحترم أيضا نتائجها. وربما نشوف فيه في الفترة الأخيرة منها أعطى مواقف اللي معناها حتى للرأي العام معناها جلبت له الكثير من الاحترام في الفترة الأخيرة على مواقفه مما يحصل، لأنه كان معناها وفي لمبادئه مش ما هو معناها وفي أو لتابع لأي كان. هذا من ناحية، لكن من ناحية أخرى صحيح معناها أن رغم كل ما سمعنا من تدخلات خارجية وجندات خارجية وهذه موجودة معناها مش صحيح، لما نتبع برا فما ثلاثة أو أربعة منصات إعلامية أجنبية معناها تتابع الشان البرلماني لحظة بلحظة. تونس معناها يعني فما معناها بعض الشخصيات السياسية المعارضة في تونس الآن وجودها داخل هذه القنوات أكثر من وجود معناها الحكام تاع القنوات هذه، معناها بما يشي أن هناك أجندة خارجية موجودة لترذيل ربما المشهد البرلماني لضرب التجربة الديمقراطية في تونس، هذا موجود. لكن هذا لا يعفي كذلك محمد أيضا أن السيد رشد غنوشي مطالب بمراجعة كما قال سي عصام مراجعة بعض المواقف نتاعه أو بعض عفوا في طريقة إدارته، اللي احنا ما نحكيش على المواقف، هو رئيس البرلمان المفروض رئيس كل النواب، مطالب بمراجعة طريقة تسيره. أنا نعرف مثلا شخصيات صحيح معارضة للغنوشي أو معارضة لحركة النهضة لكنها أصوات ديمقراطية في الحقيقة وأصوات معناها ناس منعزلة إلى غير ذلك، ما نحكيش على أصوات أو نواب الدستور الحر، لا نحكيه على ناس أخرين مثلا في أحزاب أخرى اللي عندهم نوع من التذمر من بعض ربما من طريقة الأداء وطريقة التسيير. هذوما لابد من أخذ من الاعتبار، وطبعا السياسي هو المفروض يصلح نفسه دائما ويعدل الأوتار بتاعه في كل مناسبة. لكن زاد كيف إذا كان نقبلوا آليات اللعبة الديمقراطية ونقبلوا بالنتائج، من المفروض أن المعارك اللي باش تجي من بعد المفروض ماش باش تكون معارك بتاع سحب ثقة أو ترذيل البرلمان. الآن لابد الناس أن تقبل أن الغنوشي هو رئيس البرلمان إلى نهاية المدة النيابية متاعه، لابد أن تعالج الآن تبدأ الآن معالجة مشاغل التونسيين الحقيقية. إحدى المشاغل الهامة اللي حكيت عليها أنا أول محمد أول مرة معناها في أول حصة اليوم حول التلامذة بتاع البكالوريا اللي معناها أو سي عصام معناها أكيد أنت معناها مش عارف كنت طلعت عليها ولا لا، كيفاش سندت لهم وزارة التعليم العالي منذ ثلاثة أيام قانون ما أنزل الله به من سلطان. قال شنو هو اللي يوصل في 20 سنة نهار 1 أكتوبر 2020 ما عندوش حق في التمتع بمنحة، هذوما التلامذة اللي يدرسوا في الجامعات الأجنبية واللي جابوا لهم هذا قانون مسقط، جو باش يسجلوا نهار الثلاث والاربعة ويوفى اليوم لقاو رواحهم خارج. وقت اللي هما فما بعض منهم شاف في إطار التبادل والتعاون التونسي الأجنبي مع بعض المؤسسات. إذا هنا لابد من الالتفات إلى مشاغل التوانسة الحقيقية، ولابد للناس اللي بون هي معناها ما صارت معركة ديمقراطية ولا لا، انتصر فيها الغنوشي. لكن زاد كيف لابد على الذين صوتوا ضد الغنوشي أن يقبلوا بالنتيجة ويقبلوا ب موقف الأغلبية التي صوتت التي كانت معه. واضح عصام الشابي 97 صوتوا بنعم لسحب الثقة، هذا ما فيهش رسالة سياسية أيضا. اليوم موازين القوى صلب البرلمان الموقف من الغنوشي ومن النهضة وحلفائها، اليوم تساؤلات كبرى تطرح في علاقة بموقف الحزب الجمهوري من هذا الاستقطاب الدائر في البرلمان بين من يعتبر وأن الجمهوري انحرف عن خط وثوابت الحزب الديمقراطي التقدمي، وحتى شكون يعتبركم اليوم وكأنكم أصبحتوا
تدافعون بالوكالة عن حركة النهضة. البعض يشبه مواقفكم الأخيرة من النهضة ومن الغنوشي بأنها عودة لمربع جبهة 18 أكتوبر، والبعض الآخر يرى فيها موقف ديمقراطي منتصر للثورة وخط الثورة. علاش عصام الشابي والجمهوري في الفترة الأخيرة اتسمت مواقفهم بالحدية مثلا من عبير موسي، من بعض الأطراف السياسية الأخرى، وشو تردوا على الناس هذه اللي تعتبروا أنكم كأنكم رجعتوا لمربع 18 أكتوبر؟ هذو من الناس اللي أولا خليني نذكر ونصحح، مربع 18 أكتوبر هو مربع الشرف والنضال الديمقراطي ضد الاستبداد، مفخرة في تاريخ بلادنا، في تاريخ الحركة الديمقراطية، وما فخرة للحزب الديمقراطي التقدمي كان طلعة هذا التحالف قبل نتواضع ونقوله، والناس اللي كانت تدخل فيه هذاك سيكتب بأحرف من ذهب في تاريخ النضال ضد الاستبداد. ومعركتنا ضد الاستبداد وعقليته مستمر، وشاب العلي الله يرحم مخالفاته القوم. الديمقراطية أتاحت للحزب هذا الحزب الدستوري أن يشارك وأن يدخل، ديمقراطية جامعة. أما أنك تحاول تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتنتقب من الثورة وتعيد فكر وممارسات الاستبداد يولي هو على رأس جدول الأعمال تحب ترده البلاد، ستلقى الحزب الجمهوري كما كان ضد الاستبداد هو اليوم ضد كل دعوة للرجوع ولتمجيد الاستبداد أو محاولة إعادة إرساء أركانه في حتى كلام. ثم احنا ما نخدمه بالوكالة لحتى حد، أنا لا أعتقد أنه فهم واحد في حاجة إلى أن واحد يخدم له بالوكالة. الحزب الجمهوري حزب بوصلته الديمقراطية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية. أحنا نختلف ونتفق حسب القضية وحسب الملف وحسب جدول الأعمال الوطنية اللي راوح. اقتناعنا بالدستور ودفاعنا عليه لا يقبل القسم على اثنين. مستحيل يقبل أن تكون هناك ديمقراطية إقصائية في بلادنا. الاستثناء العربي هذا اللي احنا عايشين فيه اليوم ونتنفس حرية كما قال جوليا بوترس، نحب نخليه ونفس هذا التوانسة الكل حد عمل مسيح الحد، ولكن ان نحتكم الى صندوق الاقتراع. الحزب الجمهوري ينافس حركة النهضة ويحملها مسؤولية الاوضاع السياسية والاقتصادية اللي عليها البلاد اليوم. طبعا فما موروث الماضي ما نحملوهش للنهضة حتى لا نظلم احد، اما اخفاقها في ادارة الحكم اللي كانت هي تقود فيه او تشارك فيه في السنوات الأخيرة هي مسؤولية. أما نحب نغلبها وقت اللي نقعد على التوانسة برنامجي بصناديق الاقتراع، ما نغلبهاش وقت اللي نولي عندي حنين لاستعمال الأجهزة والحمد لله الأمنية والعسكرية ما عادش ممكن تخدم حتى واحد، لأن عندنا مؤسسات أمنية عندها عقيدة لولا أخطاء جمهورية سليمة والغنوشي ولولا انحرافات النهضة عن خط الثورة ومبادئ وقيم الثورة. ونعطيك عديد الأمثلة هنا لبعض الأطراف يطرحوها كما المصادق على المصالحة الإدارية، كما قضية التوافق الذي يصفه البعض، وكنت احنا في طليعة الرافضين لي قائد السبسي اليوم طبعا. هل كانت لتوجد عبير موسي والحزب الدستوري الحر في المقابل اليوم الحزب الدستوري الحر اللي عندك مواقف منه راديكالية في بعض الأحيان وتصفه حتى بالحزب الفاشي في خطابه تجاه بعض الأطراف السياسية، اليوم ليس وحده يطالب بإزاحة النهضة من الحكم وإزاحة الغنوشي من رأس البرلمان؟ اليوم نحكيه على 97 نائب بما فيهم نواب من طيار ديمقراطي، من حركة الشعب، من الكتلة الوطنية، من كتلة الإصلاح، من أحزاب سياسية أخرى. يعني اليوم المسألة ما تحتاجش لتنسيب عوض حصر المسألة السياسية في استقطاب بين النهضة وعبير موسي. شوف، إن الديمقراطية أيضا لا تنحصر في أنك مع النهضة ولا ضدها، مع إزاحة الغنوشي ولا كانك مع إزاحة أنت ديمقراطي، وكانك مع بقاء وماكش ديمقراطي. هذا تسطيح مخل لما هو مطروح اليوم في بلادنا. الديمقراطية كما قال قبيلة سيبولوبا رأي ثقافة، رأي منظومة قيم ومبادئ انحكموها وهي اللي تنظم الاختلاف. قلت كده النهضة نحب نزيحها بصندوق الاقتراع. فما البعض ما يقبلش انه انهزم في الانتخابات يزم يصلح، احنا نقولوا على ارواحنا ونستعد المعركة القادمة. يحب يقعد يعاود الانتخابات لين يربح، مش هذه الديمقراطية. الديمقراطية تاخذ موقعك وتصلح وتزيح خصمك ومنافسك بالصندوق الاقتراع. انا اقول انه اليوم اللي تلموا الكل تلموا على ازاحة حركة النهضة او رئيسها من رئيس البرلمان. وهنا رئيس حركة النهضة علي أن يتساءل لماذا تجمع كل القوم هذا ضده، وش العيب فيهم برك، أو هما غالطين، يبحث في أخطاء
في التصرفات في النهضة عندها نزعة هيمنية في تحالفاتها، ما تقبلش تتعاود وتتشارك عندها. يعني يصوت التيار الديمقراطي جنبا إلى جنب مع الدستور الحر، ماذا يعني هذا بالنسبة لك عصام؟ أنا يعني ما نحبش نحكم، أنا نقول تحول كبير في موقف التيار الديمقراطي، نخلي ليه المناضليه يقيم تحول كبير، وأن يقول ما عندناش مشكلة نحكم مع قلب تونس تحول كبير، وهو يمقدم يقلق يلوم في النهضة، يلوم في النهضة متحالفة مع القروي. أنا خلافي مع النهضة متحالفة مع قلب تونس في الانتخابات، يقول حزب موبوء بالفساد ومستحيل غنوش يبيده، يقول عصر فيسبوك وكلامنا يقعد مسجل، بعد قالك هذاك زمن انتخابي وهذا زمن الحكم، يعني شو معناه نضحك على ذقون التونس وعقولهم. قلب تونس اليوم والبارح النهضة اليوم تدفع في ثمن تقلب مواقفها السياسية، تحالفها مع نداء تونس تعدى شخصية الباجي، ولا كانت مهزولة معناها بعد معناها كانت الحزب الثاني وقبلت المشاركة في الحكم باللول بصورة ضعيفة إلى آخره، اليوم كانت هي الحزب الأول وكانت ممكن تبني تحالفات أخرى. أنا نحمل محمد السوري كي ندير حقا في تحليلي، نقول ان السيد الغنوشي يطرح بعد الانتخابات قضيه اولى ان يكون رئيسا للبرلمان، واعتقد هذه الخطيئه الاولى اللي ارتكبها، وقت عمل الفصل بين المسارات باش يضمن الروح بتحالف مع قلب تونس وائتلاف الكرامه مكان في رئاسه المجلس بعد في الحكومه، ولا فما تحالف برلماني تقود النهضه وتحالف حكومي تحب تقود النهضه وفما تعارض بين وهذا عمره لا يصير، هذه مسيره النهضه، هذه خلافي مع النهضه. نحب نقولوا للتونس الديمقراطيه نبنيوها بالتناسق في المواقف، بالالتزام بالوعود اللي يعطيوها للناخبين، اما مش بالنسبه لي النهضه راهو شيطان وشر مطلق. النهضه انا قاعد رغب النهضه تحب ولا تكره، والنهضه قاعده تحب ولا تكره، هذه بلادنا لازم ننظموا اختلافنا وكل واحد ياخذ اوزانه من خلال اقناع الناس والمواطنين والديمقراطيه ان تكون جامعه او لا تكون، تكون وعاء يجمع الكل، والا اللي نقصيوه شو يبقى له؟ يبقى له جبل. اللي يقصيوه شو حب يعمل؟ يبقى له العنف، يبقى له العمل خارج المؤسسات، بينما الديمقراطيه تحب توفر الاستقرار. عبر على رايك واحترم القانون. ثم محاولات لاقصاء النهضه من المشهد السياسي في تقديرك اليوم؟ ثم ثقافه التضادد اللي انا من شبه التضادد، وان فليكن انا معاه نحترم الاراء اللي تقول النهضه او الحركات اللي تعدى خلفيه دينيه او الاسلام السياسي هي حركات رجعيه وما يجي منها الا معناها الوباء للبلاد، من حقه تقديره مش هدخل في موضوع ولا اعمل على محاربتها او منافستها بادواتك التقدميه، مش يخون هذا رايحة تقول مسحورة، اخدم لاقناع الناس. هذا ما لم يقتنعوا الديمقراطيين به او بين ظفرين الديمقراطيين به مش ممكن تقدم الديمقراطيه، مش ممكن نعمل ديمقراطيه دون الديمقراطيين. هذا نخسر الانتخابات، كل ما يخسر انتخابات اي نجمع القوى الوسطيه التقدميه حاولنا خلطنا انتهى، يلزم روح جديده في البلاد، يلزم قوه، قوة عقل، قوة تقدمية، قوة نيرة، قوة وطنية تخاطب التونس بما يفهمون وتحث مع المستقبل. يزينا من العرك على الماضي، أي نتعارك على المستقبل، أي نختلف على المستقبل، على إيش نحب نوفروا لبلادنا في قادم الأيام والأعوام. نحب تونس يخرجوها من نفق المديونية اللي غرقت فيه، ولا نحب أبنائنا في الشريط الغربي من تبرقة وانتهابا حتى الأقصى الجنوب البلاد هذه تلتفت لهم وتعطيهم فرص للحياة الكريمة، ولا إيش نتنافس في هذا؟ تو ترى عندك مجال كبير 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 لمنافسة النهضة وللتغلب عليها، لأني النهضة أنا نقدي لها أولويتها هي ما تراه مصالح لها والتطبيع مع المجتمع ونوعا ما تمكن من الدولة. هذه مش قضية التواس، هذه قضية حركة النهضة، ما يلزمش هي تعوض الأجندة الوطنية. فأنا ما أخذي على أصدقائي واللي هما تو يقول لك هكا يعتبروني مصطف وراء النهضة، أنا مصطف وراء ما أعتبره طرح تقدمي، طرح يخدم البلاد هذه أو يحاول على الأقل يحاول، وما يقولش اللي أنا أملك الحقيقة، الحقيقة بعد ترجع لصاحب السيادة يقرر من هو على حق في لحظة ما. والديمقراطية تعطي قوة، الديمقراطية ما فيهاش حكم بالأعدام، واحد داخل واحد خارج من الحكم حسب قدرته على التطور وقدرته على المسك بمعطيات الواقع وتوظيفها لبرنامج تقدمي يخزن القدام. واضح بولبابا سالم.
هذه النتائج اليوم كيفاش تقرا التداعيات المرتقبه على مسار تشكيل الحكومه على البرلمان ومستقبل العمليه السياسيه في تونس اليوم؟ لا هو هي توا كما كان يحكي سي عصام بكري معناها الخطوه ذكيه اخذها رئيس الحكومه المكلف انه خلى المفاوضات مع الاحزاب بعد نتائج التصويت هذه مهم معناها اللي كان بداها قبل ربما يشوف شنو التوازنات والتوجهات وين ماشي اكثر. توا ربما من الصوره واضحه شوي بالنسبه لي نجم وهي حتى الاطراف السياسيه ماهيش معناها هي نفسها تنتظر في هذا اليوم. لكن هنا محمد تو تعقيبا على الكلام اللي قلته على الكلام اللي قاله سي عصام تو احنا شوف شو المشكله في تونس؟ تو اللي كنت تلاحظ انت عندنا تو اسابيع معينه سواء على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا حتى في منابر الاعلام. معناها والله ساعات تشوف حاجات في بعض البرامج والله تشعر بالتقزز. معناها يحبوا يردوا منابر الاعلام وكانها انطيحة كباش ولا الصراع ديكا. وبعض النخب احنا نتاعنا تحتقر الشعب التونسي وتحب تخلق له قضايا ويقول لك انت معايا ولا مع الاخرين. هاو اللي معناها يصنعوا صراع هم بانفسهم. اي جي انت انت مع طب هذا مش امر واقع اليوم. لا 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 مش امر واقع مش هذه مشكلة تونس. التصويت ما تاكدش فما زوز اقطاب في البلاد. فما انقسام من مع الغنوشي ومن ضد الغنوشي يا من مع النهضه ومن ضد النهضه. تنجم تكون ضد النهضه اما مش معناها مع عبير. هو تو يحب يقول لك يا مع عبير يا مع الغنوشي. شنو عبير مع الغنوشي؟ تو هذا اقطاب هذايا. تو والله قبل يا سيدي كان فما 2014 فما زوز عناوين كبرى. ولكن عناوين صحيحه. تو هذه عناوين مغلوطه. يا اخي التوانسه نتاع 2011 و2014 هما نفسهم التوانسه نتاع 2019 مش في كيف. راهو التونسي اللي بعد الثوره اللي عمره في الثوره 10 سنين ما يعرف شيء من بعض المصطلحات هذه تو راهو عمره 19 سنه. اذا كيفاش تتوقع مشاغل ومشاغل اخرى. كيفاش تتوقع اللي جاي بعد هذا المنعطف؟ اللي جاي بعده شوف اذا كان احنا ما قلت لك النخب السياسيه نتاعنا في كثير منها للاسف او حتى الثقافيه المهيمنه على المشهد. معناها عندها بالنسبه لها تعيش في برج عاجي وتعيش في صراعات نتاع الترف الفكري نتاع اسلاميين غير اسلاميين علمانيه مش عارف شنو الى خلينا في اداره العمليه السياسيه. اداره العمليه السياسيه واضحه شوف يلزم الاطراف التي فشلت في الاطاحه بالغنوشي برئاسه البرلمان تكون ديمقراطيه على الاقل معناها تتقبل النتيجه كما هي. معناها كان عندها الديمقراطيه وفرت لها الاليه باش تسحب منه الثقه يلزم تقبل النتيجه. انا نعرف اللي فما اطراف ستلتزم بذلك اللي عندها شويه مرجعيه ديمقراطيه او وطنيه. لكن فما اطراف اخرى ستدفع نحو الاقصى لان هدفها تخدم في اجندات اقليميه مش اجندات وطنيه. ستواصل ترذيل البرلمان، ستواصل تعطيل عمل المجلس والى النهايه لان الهدف من البدايه احنا من الجلسه الاولى سي عصام كنت تتذكر الجلسه الاولى معناها مازال ما بداش البرلمان يخدم. وشفنا معناها لا رفضت حتى قراءه الفاتحه على شهداء الثوره، لا تعترف بالثوره. رفضت معناها القسم مع بقيه النواب مع الكتله بتاعها. رفضت حتى الاعتراف برئيس الجمهوريه ما حبتش تقابله ولا ربما استدعاها مع كل الاطراف السياسيه. رفضت رئيس الحكومه، معناها رفض المسار ككل كما قال لك هي معناها رغم لان الثوره هي قامت على هي وريث النظام اللي قامت عليه الثوره. ولكن هذه تمثلك الطرف المتطرف حتى لبعض الناس اللي ربما يمشي معاه هي تمثلك الطرف المتطرف في النظام القديم او حتى بعض الاطراف في النظام القديم انا انخرطوا في العمل السياسي وانخرطوا في احزاب وفي البعض منهم اللي شكل احزاب وخدم التصويت هذا ينجم يعطينا مشهد حكومي واضح بحزام سياسي واضح المشهد هذايا لا, لا 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 بالنسبه لمفاوضات الحكومه ما عندوش علاقه. نجم تلقى ناس اليوم سحبت الثقه من عند الغنوشي او صوتت رغم التصويت وتصوت على الحكومه القادمه وتخدم مع الغنوشي. عصام الشابي الحزب الجمهوري والمستقبل اليوم فما ضبابيات تكتنف في المشهد السياسي فما طرف اصبح رقم ساعه في المعادله السياسيه اللي هو سيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد الذي يهدد باستعمال صواريخ دستوريه فما مشهد برلماني جديد بتوازنات جديده فما مشاورات حكوميه بعد العيد مش تعرف طور هام متعلق بفتح الحوار على ما يبدو مع الاحزاب السياسيه بعد لقاء سيد رئيس الحكومه المكلف بممثلي المنظمات الوطنية كيف تنظرون لكل هذا اليوم؟ والله فما بريقة أمل ما لازمش يكون يسكر الأمل في أن رئيس الحكومة المكلف بيده أن يجعل من المفاوضات مفاوضات جدية لتكوين حكومة تستجيب للحد الأدنى من متطلبات الواقع بطريقة إدارته للحوار بتصوره لعقد سياسي جديد
والا كان دخل في المفاوضات التقليديه تاع يجتمع بالاحزاب ويحسب في الكتل نتاعها وكل واحد يطلب منه مواقع في الحكومه، فما قالها كما قال الحكومات التونسيه السابقه الكل ان تصطدم بالواقع، والحزاب المكون لها يدخل يوم التوازنات البرلمانيه ما تعطيش تفوق او استقرار لجهه دون اخرى. واعتقد حتى التحالفات اللي كانت قائمه قبل التصويت نتاع اليوم، انه اليوم مثلا قلب تونس كان محل منقسم محل تجاذب بين الفريقين، واعتقد انه البعض منه صوت معاه والبعض منه صوت ضده تقريبا الاصوات يعطي هذا. يعني اليوم ما عادش يلزم نتقدموا، يلزم مثلا حركه النهضه ما عادش تقدموا ان توسيع الائتلاف الحاكم لقلب تونس او رفض قلب تونس او التيار او رفض التيار، يلزم يكون على قاعده البرنامج والاصلاحات المتاكده ويعطيونا خريطه طريق مزمنه وواضحه تمويلاتها، ميزانيه الدوله الماليه العموميه على قاعده هذا. بمعنى حكومه سياسيه ام حكومه مستقله؟ عصام الشابي هذا سؤال يطرح نفسه. الحكومه السياسيه انتهت بما انه رئيس الحكومه ولد الاداره التونسيه من الكفاءات الاداريه، وليس معروف عليه انه قياده سياسيه في البلد، مش ممكن يقود حكومه سياسيه، مش ممكن. وبالتالي ان تشارك فيها السياسيين اذا كان عندهم كفاءات سياسيين وعندهم كفاءات في الميدان الاقتصادي او غيره اي ميدان اخر فليكن، اما ما مش تكون حكومه متحزبه او فيها احزاب ولا لا، أنا أتصور أن الاتجاه الغالب في تعيين وزير الداخلية الحالي لتكليفه بالحكومة وما نفهمه من الكلمات ولو القليلة متاع رئيس الجمهورية، أن رئيس الجمهورية لا يرتاح اليوم للمشهد الحزبي القائم. وفي الحقيقة الأحزاب يعني ما قصرتش، يعني ورات ساعدتهم ورات معرات ما عنده حتى في عرض الأسماء على رئيس الجمهورية تاع رئيس الحكومية عاونته على الاختيار، قالت له بالفعل تكي هذا الكل وبرا رب عينك فركس، وهذا كاش عمل يعني في أحسن الحالات أعطاه صفات عبد الكافي النهضة وقال دوس هاو نقد للنهضة مو شكل كلام في رئيس الجمهورية تقول له أعطي الحكم لمرشح منافسك في الانتخابات الرئاسية، تو معقولة هذه؟ ما تحب تدز البلوكاج مع الرئيس وتحب تبعث رسالة لقلب تونس وتونس لها ربي، يعني أعطوها أسماء مرشح لرئيس الحكومة الحالية استقال من البرلمان السابق قال والله ما عندي وقت يعني غير ما سمير. عصام الشابي تتوقع انه حكومه المشيشي ستكون حكومه كفاءات وطنيه مستقله؟ كفاءات وطنيه الان اعتقد ان الحاجه تقتضي ان تكون هناك حكومه كفاءات وطنيه مستقله منخرطه الاحزاب في رسم توجهاتها ودعمها، لان في حاجه الى سند برلماني، وان تكون مشكود هي مدعومه من رئيس الجمهوريه. وتقريبا خلينا بالوضوح احنا دخلنا قبل اللي يسميه في هذه حكومه رئيس طريقة أخرى، يعني هذه هي تستبعد إمكانية فشل المشيشي في المفاوضات وفشل في تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان، سيناريو الانتخابات المبكرة تستبعد؟ مازال مستبعد نظرا لأنه الكثير من الكتل والأحزاب البرلمانية ماهيش متأكدة كي تعود الانتخابات تلقى نفس الوزن الانتخابي نتاعها، واستبعد نظرا لردود الفعل الأولية. والسيد نائب ما تنجمش تخاصم ولا تعاديه ولا ترفض العمل معه، انسان اداري نجح في المهام اللي يتكلف بها ماهوش معروف، لكن نشوفه ايديه ممدوده. اتوقع انا ان يتم التعاون معه، الكره الان في يده هو، يحسن اداره عمليه التفاوض ولا لا، يلزم يوفر حزام اغلبي وفي نفس الوقت يطمن خصومه اللي باش يقاو في معارضه، لان الحاجه الى التهدئه تقتضي ذلك، مش تقتضي لم على شو حكومه وحده وطنيه لم بوه على اخوه، يعني حكومه تعطيل وطني تولي، اما يعمل اغلبيه ويطمن المعارضه راني معركتي مش معاكم، معركتي مع التخلف والفقر والبؤس اللي حتى في حال مرور هذه الحكومه، هل تتوقع عصام انها قادره على الصمود لمده 4 سنوات قادمه اليوم؟ قادرين نوصلوا ل 2024 ولا مستبعد هذا؟ يعني هناك من يرى ويحل الفكر الرئيس بأنه يبحث ويهيئ الأرضية لانتخابات سابقة لأوانها، لكن مش اليوم، ربما في نهاية 21 وألا بداية 22. أنا خليني نقول لك أنزه الرئيس وأتمنى أن لا يكون تفكير الرئيس كذلك، لازم يفكر في تونس، ما يفكرش أنه كيفاه بعد عام نمشي الفكرة متاعي، وقتها يولي إدارة البلاد فيها مشكلة. أنا معناها أعمال العقلاء مصانع عن العبث،
رئيس الجمهورية يخمم في البلاد وفي الاستقرار نتاعها، المفروض أن تبقى 4 سنوات. أما من خلال مارينا في التجربة والتوازنات البرلمانية الحالية صعيب في تقديري أنا، صعيب عليها أن تعمل عفوا، هي ربما حكومة الناس باش تسندها اضطرارا، وعليها رئيس الحكومة أن يلعب على التوازنات حتى يبقى أكبر فترة، لأنه يبقى أكبر فترة عنده إمكانية لتحقيق أكثر ما يمكن من الأهداف. صعيب ولا ممكن عصام الشابي يكون في الحكومة القادمة والجمهوري يشارك في الحكومة القادمة؟ شوف بالنسبة لي الجمهوري قناعة وثقافة، الحكم استحقاق، ما فيش تعفف، أما تجيبه بوزنك الانتخابي، تساهم برؤيتك بوزنك الانتخابي، هذا يخسر انتخابات بقته مش يعني حق. حتى كان عرضوا عليكم المشاركة في الحكومة، صعيب تشاركوا فيها عيسى؟ صعيب جدا، من لا أصاد رأي الحزب ومناظريه، أما اللي نقول اللي يخسر انتخابات مش يبدأ فركس يدخل الحكم، مش يعمل بيه الحكم، يجب وقت اللي يشارك وهو ضعيف وهو دون قاعدة نيابية باش يكون بولونه في الماكينه الاخرى. فما شكون يحب يغير النظام السياسي واللي يكسروا الحكم سي عصام؟ واضح تعرفهم الحمد لله ما نجحنا سي بولباب، هذا خلافنا معهم. هذا عصام الشاب يمين عام الحزب الجمهوري، ان شاء الله كل عام تحيي بخير سي دائما، وبارك الله فيك على الدعوه للتونس الكل، وشرفنا دائما بحضورك استاذ عصام. والله الدعوه بتاعكم تشرفني، واذاعه الديوان، وعيد مبروك مش على صفاقس، على تونس كامله وعلى كل من فينا، لان نعرف يتابعوكم بالانترنت، وعيدهم مبروك وسنين دائما للعباد. شكرا بولبابا سالم، ان شاء الله عيدك مبروك، عيد مبارك للتوانسه الكل اللي يسمعوا فينا الان. الموعد يتجدد معكم نهار الاثنين ان شاء الله في برنامج هنا تونس، كل عام وانتم حيين بخير وفي امان الله.